الفاصل اللي هنستمع اليه ونشاهده مع بعض فاصل فني طريف وجميل، هو لقاء بين اب وابن والاثنين بيعزفوا نفس الآلة. محمد العربي عازف الإيقاع الكبير، وهشام العربي عازف الإيقاع بفرقة أم كلثوم، وإلا الحقيقة نقدر نقول ابن الوز عوام. هذا اللقاء لطيف إنهم الاثنين بيقدموا فاصل من الإيقاع. الأب بيحاول يدي الابن إيقاع، والابن يحاول إنه يقلد نفس الإيقاع اللي استمع إليه من الوالد. وبنجد ان العمليه بتتطور، والوالد بيحاول ان هو يثبت امكانياته، والابن عايز ان هو يلاحق والده، فبيستمر هذا الحوار الممتع بينهم لغايه ما بنجد في النهايه مشهد جميل جدا لما بنشوف الابن اللي هو هشام بيقف مغلوب على امره انه مش قادر يلاحق فن والده. فاصل من الايقاع، حوار من الايقاع او حوار عزف على اله المرق، أداء محمد العربي وهشام العربي. Thank you.
الفاصل اللي هنستمع اليه ونشاهده مع بعض فاصل فني طريف وجميل، هو لقاء بين اب وابن والاثنين بيعزفوا نفس الآلة. محمد العربي عازف الايقاع الكبير، وهشام العربي عازف الايقاع بفرقة ام كلثوم، واللي الحقيقة نقدر نقول ابن الوز عوام. هذا اللقاء لطيف انهم الاثنين بيقدموا فاصل من الايقاع. الاب بيحاول يدي الابن ايقاع، والابن يحاول انه يقلد نفس الايقاع اللي استمع اليه من الوالد. وبنجد ان العملية بتتطور، والوالد بيحاول ان هو يثبت امكانياته، والابن عايز ان هو يلاحق والده. فبيستمر هذا الحوار الممتع بينهم لغاية ما بنجد في النهاية مشهد جميل جدا، لما بنشوف الابن اللي هو هشام يقف مغلوب على امره انه مش قادر يلاحق فن والده. فاصل من الايقاع، حوار من الايقاع او حوار عزف على آلة الرق، اداء محمد العربي وهشام العربي. Thank you.
Mm-hmm.